أحدثت توجهات الوعي البيئي في بريطانيا تزايد الإقبال على حفاضات الأطفال متعددة الاستخدام نتيجة للوعي البيئي والتصميمات العصرية وانخفاض الاستهلاك. على مدى 20 عاما طورت ويندي ريتشارد حفاضات متعددة الاستخدام وجعلتها عصرية أكثر بألوان مبهجة لتشجيع الأهالي على شرائها، وقد باعت أكثر من 300 حفاضة في 30 ثانية فقط. لدينا الآن كثير من المطبوعات الجميلة التي لم نعتد على رؤيتها في السنوات الأربع أو الخمس الماضية. كان هناك حفاضات بيضاء وربما زرقاء أو وردية. المصنعون الآن يتوجهون إلى رسومات عصرية أكثر كالأفوكادو مثلا، نراه الآن بكثرة على ملابس الأطفال والآباء، ويمكن أن نراه قريبا على حفاضات الأطفال. الأهل متحمسون جدا وينتظرون إطلاق مشروع الحفاضات، ينتظرون اليوم الذي سنبدأ به في التوزيع، يتصفحون الموقع يوميا حتى ساعات الصباح. هناك دراسات وإحصاءات مستقلة أجريت في العامين الماضيين أظهرت أن 30% من الآباء يستخدمون نوعا واحدا من الحفاضات القابلة لإعادة الاستخدام. بعد أن شاركت في صناعة الحفاضات منذ ما يقرب من 30 عاما إلى الآن، أرى أن التغيير كبير جدا، ومواقف الناس مختلفة تماما تجاه الحفاضات المتعددة الاستخدام، وسنرى إقبالا متزايدا عليها في الأيام القادمة.